أهلا بكم من جديد مشاهدينا. يدخل السباق الرمضاني الدرامي يومه الثامن مع كثير من علامات الاستفهام، وذلك حول الأعمال الدرامية السورية التي تعرض حاليا بين مرحب ومعجب وبين ساخط ومستاء، إذ يبدو أن الموسم الدرامي الحالي يختلف عن موسم العام الماضي الذي كان مليئا بالإثارة، خاصة مع وجود عدد كبير في هذا العام من الأعمال في أجزائها الثانية التي غالبا ما تتجه لتكون أقل اهتماما أو أقل جودة من سابقاتها كما هي العادة، رغم أن هناك كثير من المسلسلات التي تكسر هذا التوقع وتنجح في أجزائها الثانية والثالثة والرابعة وغيرها من الأجزاء. من المسلسلات التي دخلت السباق الرمضاني في جزئها الثاني كان مسلسل كسر عظم السراديب، هو جزء ثان لشركة كلاكيت ميديا التي كانت أطلقت الجزء الأول العام قبل الماضي، إذ حقق أعلى نسب المشاهدة مثيرا الجدل الواسع في وقتها، ليمتد الجدل حتى في جزئه الثاني في هذا العام. في جزئه الثاني يذهب كسر عظم السراديب في اتجاهات مختلفة عن جزئه الأول في حكايتها الأصلية، إذ اتجه صناع العمل إلى خلق خطوط جديدة كليا عن خطوط الجزء الأول، مع الحفاظ على بعض الشخصيات من الجزء الأول أو ابتكار نهايات معقولة أو منطقية لأبطال الجزء الأول الذين لن يكون لهم دور في هذا الجزء. ورغم أن العمل بدا رتيبا في الحلقتين الأولى والثانية، إلا أنه استطاع لاحقا أن يشد من إيقاعه باتجاهات مختلفة لتبدأ الأحداث بالتشابك وليبدأ التشويق من جديد، خاصة مع ظهور خطوط درامية جديدة كليا. لكن رغم ذلك يتعرض العمل إلى كثير من الانتقادات، منها ما هو تقليدي ومن نفس نوعية الانتقادات التي تعرض لها الجزء الأول، ولكن الآخر متعلق بمخرجة الجزء الأول منه رشا شربج، التي تخوض حاليا رهان مسلسلها الجديد ولاد بديعة، والذي كنا تحدثنا عنه يوم أمس هنا في حلقة ريبوست بشكل واسع، إذ أسندت هذا العام مهام كتابة النص والإخراج لكسر عظم السراديب لكل من هلال أحمد ورند حديد تأليفا وكنان اسكندراني إخراجا، فيرصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما من نوع آخر متعلق بمخرجة الجزء الأول رشا شربجي. فيكتب مثلا الناقد جوان ملا، يكتب يقول تجربة الأجزاء الثانية أيضا تثبت فشلها في كسر عظم العمل، غير مفهوم الشخصيات ولا الأحداث ومركب في مشاهده، لا نعرف من يلاحق من ومن يريد قتل من ولا من أين برزت كل هذه الشخصيات وماذا تريد الحوارات، خطابية مباشرة تنظيرية، طرح أزمات البلاد في الحوارات بطريقة بدائية جدا. من الواضح أن الشركة طلبت من الكاتبين بشكل مباشر استنساخ شخصيات من الجزء الأول يكمل في المنشور، لكن لا يفلح هذا الاستنساخ يقول جوان، والحق ليس على الفنانين بل الحق على من حاول استغلالهم بهذه الطريقة بناء على نجاح شخصيات سابقة وعلى مخرج لم يديرهم بشكل جيد ونص لم يظهرهم مختلفين أو واضحي الملامح. وولاء عزام مثلا لا تفلح بإعادة شخصية يارا بذات الروح القديمة، ومن الواضح أن أحمد الأحمد يستسهل أداءه في المسلسل كثير. طبعا إلى آخر هذا المنشور يختمه طبعا بأنه ينتظر كرم شعراني بشخصية أبو مريم وماذا سيفعل. كلام جوان هنا كان قبل يومين فقط من الآن، واليوم نحن في اليوم الثامن من رمضان، أي أن الحلقة الثامنة لم تعرض بعد، إلى الآن لم تعرض، حتى عرض هذه الحلقة لم تعرض الحلقة الثانية، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل عن كيفية معرفة هذا الناقد لأحداث العمل والحكم عليها بهذه الطريقة. ولكن بزيارة صفحة جوان على فيسبوك ربما تجيب عن هذا التساؤل، حيث يظهر أن جوان يعمل في قناة العالم سوريا الإيرانية، وإلى جانب ذلك هو محرر في صفحة رشا شربجي على الفيسبوك، أي أنه من فريق السوشيال ميديا الذي يخص رشا شربجي إلى جانب عمله مع قناة العالم، وتجمعه مع رشا شربجي العديد من الصور والإشادات لها ولمسلسلها الجديد ولاد بديعة الذي يعرض حاليا، وهجوما على كسر عظم
اثنان في الوقت الذي يرى البعض أن سبب الخلاف أصلاً هو قرار رشا شربتجي من نفسها أنه لا جزء ثان دون أي تنسيق مع الشركة، وبالتالي سحب الكاتب وترك الشركة لتنتج الجزء الثاني مع كاتب ومخرج جديدين. طبعاً الأمر متفاعل في المجموعات الخاصة بالدراما السورية وبأخبار الدراما السورية، وهناك من يقول بي أو يتساءل لماذا تهاجم رشا شربتجي العمل الجزء الثاني من العمل رغم أن لها تاريخ كبير مع ذات الشركة في العديد من الأعمال، لعل أبرزها كان الولادة من الخاصرة في الجزء الأول والثاني، وأيضا انسحبت من الجزء الثالث ليقوم بإخراجه وقتها سيف الدين سبيعي. في التعليقات والتفاعلات على هذا الموضوع، ربيع يقول أنا شايف أنه كينان اسكندراني هو اللي كان شايل إخراج أول جزء من كسر عظم، لأنه كصورة ما تغير علي شيء ولا حسيت في فرق عن أول موسم، حتى يمكن يكون هالجزء أقوى بناء على الحلقة الأولى إذا استمر هيك. عدي كتب في تويتر أو في فيسبوك عفوا يقول كنت كتير متوقع أنه كسر عظم السرديب ما ينجح، وخصيصا أنه خسرنا قسم كبير من الكادر وتغير المخرج والكاتب، بس انصدمت بهيك بداية تعد الأفضل لحد الآن، كل شيء ماشي بوتيرة كتير مضبوطة، شيء مميز جدا من إخراج لتمثيل السيناريو، وكتير فرحت برجعة نادين سلامة. كسر عظم 2 خالف كل توقعاتنا يقول عصام الزين، وقد يوازي قوة الجزء الأول، متحمس لشخصية كنعان الصايغ وأحمد الأحمد، ظاهر رح يكرهنا فيه، حبيت جدا مشهد صباح السالم وهي عم تبكي، وبحس لازم ترجع على الساحة من جديد، الإخراج حلو وإن شاء الله يضل مستمر بهالقوة.